مواجهة قوية بدوافع وطموحات مختلفة يدخلها فريق الأهلي المنتشي بلقب كأس مصر على استاد القاهرة الدولي في مواجهة فريق البنك الأهلي الطامح للخروج من دوامة الهبوط. البنك الأهلي يدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز الأول له منذ 4 جولات منذ فوزه على المقاولون العرب بهدف دون رد يناير الماضي، وتعادل بعدها مع سموحة وزد والاتحاد السكندرية قبل أن يسقط في اللقاء الأخير أمام فاركو بهدفين لهدف. في المقابل يعود الأهلي إلى منافسات الدوري بمعنويات مرتفعة بعد تتويج بكأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت في السعودية الجمعة الماضية وانتهت بفوزه بهدفين دون رد. ويتواجد الأهلي في المركز العاشر بجدول الترتيب وهو أقل الفرق خوضا للمباريات، إذ لعب 7 مباريات ويتبقى له 9 مواجهات. مواجهة قوية على الخطوط بين طارق مصطفى ومارسيل كولر قد نجدها نتيجة منطقية بتفوق الأهلي كونه الأكثر خبرة وامتلاكا لجودة لاعبين عالية أو تحقيق مفاجأة من جانب البنك الأهلي. ويرغب البنك الأهلي في تحقيق الفوز الأول في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، إذ تواجه في 6 مباريات بالدوري المصري انتهت بفوز الأهلي في 3 مباريات وتعادلوا في 3. وبعيدا عن تاريخ المواجهات، يبقى للقاء اليوم طابعا خاصا في ظل رغبة الأهلي في مواصلة مشوار الفوز بالمباريات المؤجلة ودوافع البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية يستعيد بها الثقة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.